تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس مارتن فيزاكارا كورينيهو رئيس جمهورية بيرو الصديقة. أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه حفظه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بالمناقب الكريمة لسموه رحمه الله وبإسهاماته البارزة في تحقيق السلام والأمن الإقليمي. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.